كل أنسة وكل بنوتة خايفة إن قطر الجواز يفوتها. الآن المجتمع بتاعنا ما بيرحمش، الحق يا بنتي خلي فيلك ولد أو بنت افرحي بيهم، الحق أنت بقيتي 30 سنة عايزين نفرح بيكي. تبدأ البنت من جواها تخاف وتقلق، تبقى ممكن الضغط النفسي اللي بيعمله المجتمع عليها ان هي ممكن تقبل بأي حد علشان خاطر بس تلحق ان هي تخلف. احب اطمنك واقولك ان انتي كملي دراستك، كملي شغلك، افرحي لحد ما تلاقي الزوج المناسب اللي يقدر يكمل معاكي رحلة الحياة، وما تقلقيش ابدا من انه ممكن قطر الجواز يفوتك وقطر الخلفة يفوتك. الحمد لله دلوقتي بقى فيه تقنية اسمها تجميد البويضات للآنسات. هي ايه التقنية دي يا دكتور؟ من اكتر الاسئلة اللي انا بسمعها في العيادة. في الحقيقة انه بعض السيدات لما بتوصل الـ30 تبدأ تبقى قلقانة انه مخزون المبيض بتاعها يقل او يبقى فيه مشكلة في جودة البويضات. واحنا عندنا العلم بيقول انه بعد الـ35 بيحصل دروب عنيف في الكواليتي بتاعة البويضات، يعني جودة البويضات بتقل جدا. نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل تجميد للبويضات دي ترجعي لها لو لا قدر الله اتجوزتي متأخر. طيب احنا بنعمل ازاي؟ ايه هي التكنيك اللي بنعمل بيه تجميد للبويضات؟ بتزورنا الأنسة، بنبدأ نعمل لها سونار ونعمل لها شوية تحاليل ونتأكد ان الدنيا تمام وان هي هينفع نعمل لها البروسيدور دي او التكنيك ده. بنبدأ نديلها منشطات بجرعات عالية ونحفز المبيض ان هو يكون بويضات، ثم بنسحب البويضات دي عن طريق سونار وعليه إبرة صغنططة خالص من على البطن بدون المساس خالص بعذريتها. بناخد البويضات دي ونجمدها في المعمل. طيب البويضات دي تقدر تعيش قد ايه؟ بتقدر تعيش حوالي 5 سنوات، ولما بيتفكوا يعني بعد الـ5 سنين لما نيجي نفك البويضات دي على الاقل نصها بيبقى صالح، يعني على الاقل 50% من اللي كان موجود بيبقى صالح انه يحصل بيه تخصيب بعد كده. وبالتالي ما تقلقيش، عندنا تجميد البويضات ممكن نعمله، ولما ربنا يرزقك بابن الحلال تتجوزي ونفك البويضات دي ونخصبها بالسائل المنوي بتاعه وربنا يرزقك بأحلى ذرية.